بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلن عن الحاجة إلى أكثر من 209 ملايين دولار من أجل الاستعداد والاستجابة للشتاء والفيضانات في شمال غربي سوريا. الدفاع المدني السوري يوثق مقتل 10 مدنيين وإصابة 36 آخرين جراء استهدافات قوات النظام بالصواريخ الموجهة في مناطق شمال غربي سوريا منذ بداية العام الحالي. قوات سوريا الديمقراطية تستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة من الحسكة إلى مدينة عين عيسى شمالي الرقة. إصابة 10 أشخاص بالتسمم نتيجة تناولهم للفطر السام في مدينة طرطوس وفق موقع أثر بريس الموالي. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي يتعهد بمواصلة العمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين في لبنان والمنطقة. الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب 194 ألف حبة كبتاجون وكمية من الأسلحة والذخائر قادمة من الأراضي السورية.